شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة في الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشرية التابع لمجموعة البنك الدولية المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويركز الاجتماع هذا العام على موضوع حماية رأس المال البشري في خضم أزمة غذائية عالمية. وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر محركا أساسيا وعنصرا مهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل التحديات التي تشهدها دول العالم، منوهة بما توليه مملكة البحرين من اهتمام برفض الطاقات البشرية بالمهارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية.